السلام عليكم ورحمة الله. نشرة أخبار الواحدة من قناة المرابطون نستهلها بالعناوين: محاولة انقلابية في الغابون، والحكومة تعلن اعتقال منفذيها وتعقد اجتماع أزمة في ظل استمرار غياب الرئيس. المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة يرفض المشاركة في المسيرة المرتقبة ويدعو لحوار يجنب البلاد ما سماها مخاطر الفتنة. اتحاد أحزاب قوى الأغلبية الديمقراطية يعلن عن قراره التقدم بمرشح موحد للانتخابات الرئاسية المرتقبة العام الجاري. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. شهدت الغابون محاولة انقلابية فجر اليوم، دعا خلالها عسكريون في بيان تلوه عبر الإذاعة الوطنية إلى انتفاضة شعبية، وأعلنوا عن تشكيل مجلس وطني للإصلاح. وقد أعلنت الحكومة الغابونية إحباط المحاولة الانقلابية واعتقال 4 من منفذيها، فيما لا يزال الخامس وهو الملازم الذي تلى البيان في حالة فرار. وعقدت الحكومة اجتماع أزمة لبحث ما جرى، يأتي ذلك في ظل استمرار وجود رئيس البلاد علي بونغو أوندمبا خارج البلاد منذ 24 أكتوبر الماضي، حيث يتلقى العلاج من مرض لم يعلن عن طبيعته. وسنعود إلى تفاصيل بهذا الشأن في نشراتنا اللاحقة بحول الله. أعلن المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة في بيان صادر عنه رفضه المشاركة في المسيرة الوطنية التي تعتزم الحكومة الموريتانية تنظيمها، رفضا لخطاب الكراهية. وأضاف المنتدى في البيان الصادر عنه أنه لا يمكن أن ينتظر منه المشاركة في تظاهرة لم يشترك في تنظيمها وتحديد أهدافها. وأكد المنتدى أن الحل يكمن في حوار وطني يشخص المظالم ويستنبط الحلول الناجعة والداعيا مختلف القوى إلى ذلك، باعتباره السبيل الوحيد والجدي لتجنيب مخاطر ما سماها الفتنة ولضمان العيش المشترك في كنف الوحدة والوئام. أعلن اتحاد أحزاب قوى الأغلبية الديمقراطية قراره التقدم بمرشح موحد من داخله للانتخابات الرئاسية المرتقب تنظيمها العام الجاري. وقال رئيس الاتحاد أحمد الدومان خلال مؤتمر صحفي بنواكشوط إن الاتحاد قرر الوقوف خلف مرشح موحد من داخله حرصا على إقامة دولة العدالة والإنصاف، معبرا عن أمله في أن يحصل خلالها انتقال سلمي وسلس للسلطة. كتير نقول إن في خضم ذي التعاطي اللي خالق الآن في الساحة، وحرصا على تثبيت خطاب الاتحاد اللي هو خطاب المواطنة وقيام دولة المواطنة والعدل والإنصاف، إن الاتحاد قرر مجتمعا إنه يوقف كامل خلف مرشح موحد من داخل الاتحاد، مرشح واحد من الاتحاد للانتخابات الرئاسية المقبلة اللي راجينة إن شاء الله انتخابات تخلق فيها انتقال سلس وسلمي إن شاء الله للسلطة في البلد. وأدان الاتحاد خلال مؤتمره الصحفي ما سماها الدعوات الشرائحية والعرقية والجهوية وكل ما يمس بوحدة البلد وكيانه، مؤكدا على إقامة دولة قانون ومواطنة لا تمايز فيها بين المواطنين إلا عبر الكفاءات والقدرات والتضحيات من أجل الوطن. هذا وقد أعلن 3 أحزاب خلال المؤتمر الصحفي انضمامهم لاتحاد أحزاب قوى الأغلبية الديمقراطية. كل الدعوات الشرائحية والعرقية والجهوية وأي شيء يمس من وحدة البلد وكيان، كثير من اللي قلنا كامل اللي تصدروا من الدعوات لا هو يمثل الولايات ولا هو يمثل القبائل ولا هو يمثل الجهات ولا هو يمثل الشرائع ولا هو يمثل شيء. الموريتانيين متحدين ومتماسكين، واحنا في الاتحاد ندعو لدولة القانون، دولة المواطنة، الدولة اللي ما يميز فيها مواطن عن مواطن، ما هو كفاءات وقدرات وتضحيات من أجل الوطن. يشكو بائع الأسماك في موريتانيا ندرة السمك
فيما يشكو المستهلكون غلاء الأسعار ويقولون إنها وصلت سقفا لم يسبق لها أن وصلته. ويقدم البائعون والمشترون بسوق السمك في العاصمة نواكشوط أسبابا مختلفة وراء ندرة الأسماك وغلاء أسعار المتوفر منها. التفاصيل نتابعها في سياق التقرير التالي. شاطئ بيع الأسماك في نواكشوط لا صوت يعلو على الأصوات القائلة بشح الأسماك وغلاء الأسعار. وقد وصل شح الأسماك وفق بعض الباعة هنا حدا لم يصله من قبل، وبلغت الأسعار سقفا من الارتفاع لم تبلغه حيث تضاعفت مرات. تقريبًا تلحق 3500، شوف تلحق 3000. هاي أنا بقى ماني يوصل هون، عدلتوا نوفا والله ديزا خود ما وقت لحق له، سمعت خود ما هو خارج، خود ما هو خارج بيك وار كبار تلحق 1200 1300. هاي ما وقت خالي خود كان لحق كبار كان لحق 600 700 400 500. ندرة الأسماك ألجأت بعض قاصدي السوق إلى استهلاك المخزون القديم بعدما أمضى فترة داخل الثلاجات دون أن يؤثر ذلك على الأسعار، تقول إحدى السيدات التي قدمن لاقتناء حاجتهن من السمك. هذا جديد فري، كنا نشرو كيلو دابا 500 450. ذلك هذا كونجيلا يابسة كيلو بألبوغي 1200 كونجيلا يابس لأم والله آمي. وكربين كنا نشرو 250 300، ودوار وارا نشرو كيلو بألبوغي إذا الآن مقربون إلى هذه التلاف 1500 ولا ينشاف. تتعدد تفسيرات العاملين على الشاطئ من بحارة وباعة أسماك ومن متسوقين، يرجع بعضهم ندرة الأسماك إلى استيلاء قوارب شركة هونغ دونغ الصينية عليها، ويؤكد آخرون أن الزوارق الموريتانية تؤدي رحلات صيدها بانتظام، ويقول آخرون إن عودة سفن الصيد السنغالية قد تؤدي إلى انفراج الأزمة. نورمال حتى والله السنغاليين ما زالوا هنا يقصع الحوت ما شاء الله هون ياسر وهوين مولي اسمع انتو معنا أن السنغالي رجعوا ما يخسر شيء علينا نحن صفة عامة كموريتانية بيقول لهم سامحونا بياسر من شيء الحوت يعود هوين يعود مولي ياسر ما شاء الله العمل يعود خالق هنا السوق هون سمك. وكانت السلطات الموريتانية قد أعلنت عن قرب عودة سفن الصيد السنغالية إلى الشواطئ الموريتانية، وهو ما يعول عليه المتسوقون هنا في عودة الأسماك إلى سابق عهدها. محمد أحمد الخوية، المرابطون، نواكشوط. تقصد العديد من الأسر الموريتانية خلال فصل الشتاء محلات بيع الملابس المستعملة من أجل اقتناء حاجياتها بأسعار مخفضة، وفيما يؤجر بعض باعة هذه الملابس محلات خاصة فإن بعضهم الآخر يتخذ من أرصفة الطرق محلات لعرضها، ويتحدث هؤلاء عن ضعف في الإقبال. نتابع. محلات بيع الملابس المستعملة بالعاصمة نواكشوط وجهة لذوي الدخل المحدود في موريتانيا لاقتناء حاجياتهم من الملابس، وتتفاوت أسعار الملابس هنا بحسب عارضيها ومقتنيها، بين من يصفها بالمرتفعات ومن يقول إنها في متناول أصحاب الدخل المحدود. الباعة بسوق الملابس المستعملة هذا الذي يعج بالبضائع متعددة الأحجام والأشكال وفق عارضيها يشكون ضعف الإقبال على بضائعهم، رغم أنها تشكل محط اهتمام المواطنين خلال فصل الشتاء. احنا طبعا هون في المرسى نبيع لباس الأشكال، في لباس الشتاء وفي لباس الصيف، وذي الفترة اللي هي حالا احنا نبيع فيها لباس الشتاء، يعني يتعلق من جاكيتات وبريفيرات وما أشبه، فهمت؟ وسعرته متفاوضة مع أي واحد، نحن نشروه مبلغ ونبيعه نحن مبلغ آخر. ويقول الباعة إن الحملات التي تشنها السلطات ضد الباعة المتجولين والباعة خارج محلات محددة تهدد مستقبل مصدر الدخل الوحيد لعشرات الباعة هنا رغم محدودية دخلهم. ما شاء الله فوق جام استفادي منه، الإقبال في الزمن زين. قال نحن ما أنا قادر نستفادوا زمان بين مضايقات الحكومة ضايقتنا، ما أنا قادر نستفادوا
ما شاء الله احنا اولاد مستضعفين، عندنا لا شارع عايشين عليه ولا انا جاورين مو الشارع، ما شاء الله مستفادين من النقر من يموت قاعد اذا جاورين ما تنستفادين ما تقعدين نستفاد من شيء اساسا، كنا ان شاء الله معدين روسنا وباين روسنا مستفادين عن الغير، يا غير اليوم نعدنا نستفادين عن الغير عاد حكومه استهزفتنا. وكثيرا ما تعرف الملابس الشتوية المنتشرة بالأسواق الموريتانية المعروضة على قارعة طريق إقبال من طرف الأفراد والأسر خلال موسم البرد. لشان المفصل، حيث أرجأت اللجنة الانتخابية بجمهورية الكونغو الديمقراطية الإعلان عن نتائج الانتخابات الرئاسية إلى الأسبوع الجاري دون تحديد تاريخ محدد لذلك. يأتي ذلك في وقت كانت قد أعلنت فيه الكنيسة الكاثوليكية بالبلاد أنها تعرف الفائز في انتخابات 30 من دجنبر، ودعت اللجنة الانتخابية إلى التحلي بالصدقية والعدالة. مغاربيا، يرتقب أن يبدأ المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا غسان سلام زيارة إلى الجزائر اليوم الاثنين، تستمر ليومين. وبحسب بيان للخارجية الجزائرية فإن الزيارة تأتي في إطار التشاور بين الجزائر والأمم المتحدة بشأن الوضع في ليبيا، وسيتباحث خلالها مع عدد من كبار المسؤولين الجزائريين. نتابع. الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس البعثة الأممية للدعم في ليبيا غسان سلامة يزور الجزائر يومي 7 و8 يناير الجاري. تقول الخارجية الجزائرية إن هذه الزيارة تأتي في إطار التشاور الدائم بين الجزائر والأمم المتحدة حول الوضع في ليبيا، وسيلتقي سلامة خلالها كبار المسؤولين الجزائريين وفي مقدمتهم وزير الخارجية عبد القادر مساهل، وسيبحث الجانبان الملفات السياسية والأمنية وتطبيق الإجراءات المتخذة في إطار مخطط عمل الأمم المتحدة من أجل تسوية الأزمة الليبية. وتنخرط الجزائر خلال السنوات الأخيرة بشكل بارز في جهود حل الأزمة الليبية، حيث شكلت معها دول الجوار الليبية ومن جملتها تونس ومصر إطارا للتعاون لحل الأزمة. كما حضر وزير خارجيتها عبد القادر مساهل عددا من المؤتمرات الدولية الملتئمة أوروبيا وفي دول الجوار الليبي. ويعتبر اجتماع باليرمو الإيطالية في الربع الأخير من العام الماضي آخر الاجتماعات المنعقدة في هذا الإطار، غير أن مخرجاته كانت متواضعة من منظور الليبيين والمشهد على الأرض. وسبق اجتماع باليرمو لقاء آخر جمع بفرنسا كلا من خليفة حفتر قائد الجيش الليبي وفائز سراج رئيس الحكومة وخالد المشري رئيس المجلس الأعلى للدولة وعقيل الصالح رئيس البرلمان. وتوصلت الأطراف في اللقاء إلى الاتفاق على عدد من النقاط، أبرزها إجراء انتخابات قبل نهاية العام، وهي النقطة التي فشلت الأمم المتحدة في تحقيقها رغم ضغوطها من أجل ذلك. ويتوقع أن يبحث سلامة ومساهل سبل دفع العملية السياسية في ليبيا إلى الأمام، خاصة في ظل هدوء العلاقات بين الجزائر وطرابلس وبينها وبين بنغازي عاصمة الشرق الليبي، رغم وجود استثناءات مع الأخيرة تمثلت في تحذير حفتر الجزائر من اختراق الأراضي الليبية. نهاية نشرة أخبار الواحدة من قناة المرابطون وقد تابعتم فيها. محاولة انقلابية في الغابون، والحكومة تعلن اعتقال منفذيها وتعقد اجتماع أزمة في ظل استمرار غياب الرئيس. المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة يرفض المشاركة في المسيرة المرتقبة ويدعو لحوار يجنب البلاد ما سماها مخاطر الفتنة. اتحاد أحزاب قوى الأغلبية الديمقراطية يعلن عن قراره التقدم بمرشح موحد للانتخابات الرئاسية المرتقبة العام الجاري. يمكنكم مشاهدينا الكرام متابعة هذه النشرة وغيرها من نشرات وبرامج القناة عبر صفحتنا على الفيسبوك ظاهرة على الشاشة. دمتم في أمان الله.